الأخت الفاضلة سألت أيضا سؤالا جميلا، وهذه كلها أسئلة فعلا أستشعر منها كما قلت في الحلقة الماضية، أستشعر منها أن إخواننا وأخواتنا يسألون للعمل، وهذه العظمة، يسألون للعمل، يعني لا أسأل للتنظير ولا أسأل للثقافة الذهنية الباردة الباهتة، وهذا شيء جميل يملأ القلب بالسعادة والفرح والسرور. فيتسأل تقول: كيف أبرئ نفسي مما يقع فيه إخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات في فلسطين أو في العراق أو في أي مكان من الأماكن المنكوبة التي تسفح فيها دماء المسلمين وتمزق أشلاؤهم؟ أقول يعني بفضل الله تبارك وتعالى هذا شعور جميل ابتداء، ولابد أن يوجد هذا الشعور أصلا. إن لم يوجد هذا الشعور لن تسأل صاحبته هذا السؤال. يبقى هذا إحساس وشعور حي يجب أن يوجد الآن في قلوب المسلمين جميعا ممن يشاهدون نشرات الأخبار ويرون هذه المشاهد المفجعة المؤلمة التي تملأ القلب بالحزن والكمد والأسى. هذا شعور ابتداء يجب أن يكون موجودا. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. حضرتك لما ضرس واحد فقط من ضروسك يتألم، لأنه عضو فيك وجارحة فيك، البدن كله يتألم، البدن كله يئن لهذا العضو الذي يئن من بين أعضائه. يجب أن يكون المسلمون كذلك. لكنني ألمح الآن وبكل أسف، ألمح أخوة إيمانية باهتة، ألمح أخوة إيمانية باردة. قد ينظر الأخ إلى واقع إخواني هنا أو هناك أو هنالك ويهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه، ثم لا يتورع أبدا بعد هذه المشاهد التي تؤلم القلب ألا يجد في قلبه شيئا من هذا الحزن ومن هذا الكمد ومن هذا الأسى، ثم لا يتردد أن يأكل ملء بطنه أو أن يضحك ملء فمه أو أن ينام ملء عينيه ما دام آمنا في سربه عنده قوت يومه، إلى غير ذلك من المعاني. يا أخي لابد أن تشعر بحرقة في قلبك لهذا الواقع، ثم بعد ذلك تشهد الله عز وجل على أنك لا تقدر أن تقدم إلا ما قدمت من مال، إن كنت قادرا على أن تساهم بنفقة مالية. وأنا أقول حتى ولو كنت تعلم أنك إن أنفقت 1000 جنيه لن يصل من 1000 جنيه إلا 500 جنيه، أنفق 1000 من أجل أن يصل إلى إخوانك في فلسطين في غزة أو في أي مكان 500 جنيه. المهم أن تنفق من مالك. يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. يعني إن لم تقدر أن تنفق إلا شيئا من مالك ولو لم يصل كل ما تنفقه فافعل هذا، افعل، فهذا باب من أعظم أبواب الجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جهز غازيا فقد غزا. بل ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. القضية قضية صدق. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ثم أنت لا تعجز أبدا، وكذلك أخت الفاضلة، أن تقوم بالليل لتتململ بين يدي الله كتململ العصفور المبلل بماء المطر، لترفع إلى الله أكف الضراعة، لتصوب سهام الليل، ألا وهي الدعاء. فالدعاء جندي من أعظم جند الله، لا ينبغي أن نستهين به، لأنني أخشى ما أخشى في زمن الماديات وفي زمن الشهوات أن يقول قائل: يا عم الشيخ بلاش شغل دروشة، دعاء إيه، إلى غير ذلك من الكلمات. لا، أنا أقول: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. الآية. أقول لابد من الإعداد الاقتصادي والسياسي والعسكري والإعلامي والثقافي والتربوي والمادي والإيماني والروحي وإلى غير ذلك من أنواع الإعداد، لكن لا ينبغي أبدا أن نتجاهل أو أن نسفه من أمر الدعاء.
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. لا ينبغي أن نقلل من شأن الدعاء. المسلم الذي لا يملك المال ولا يملك أن يساعد إخوانه لا بماله ولا بنفسه، ولا يملك أن يساعد إخوانه بأي صورة من صور المساعدة الحسية، فلا يمكن على الإطلاق أن يقول بأنه عاجز عن أن يساعد إخوانه بدعوات صادقة يرفعها إلى الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل. فرق كبير بين من قام يشهد الله على ما في قلبه من ألم، ويشهد الله أنه لا يملك لإخوانه إلا هذه الدعوة، وبين من قضى الليلة أمام الأفلام والمسلسلات أو يغط في نوم، ثم بعد ذلك يحقر ويسفه من جهد أي جهد يبذل ولو كان قليلا. لا ينبغي أن تكون مفبطا، ولا ينبغي أن تكون مخذلا، وإنما ابذل ما استطعت، ولا تنكر على أحد من إخوانك إن بذل اليسير. فالله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن أجمل ما قرأت ما ترجم به الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد، حيث ترجم ترجمة فقيهة بليغة، فقال: باب من حبسه العذر عن الغزو. باب من حبسه العذر عن الغزو. وروى فيه حديثا رائعا، حديث جابر بن عبد الله، ومن حديث ابن عباس أيضا، أنه صلى الله عليه وسلم قال لإخوانه لأصحابه وهم في طريق عودة من غزوة تبوك، تلك الغزوة العسيرة التي كانت في شدة الحر أو في حر يصهر الصخور والحديد، وكانت تسمى بغزوة العسرة، ومع ذلك لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في طريق العودة: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وادية إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. قال: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده، ومن أقام عن عذر كمن راح. أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا من الصادقين، وأن يقر أعيننا وإخواننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر.